طوابير طويلة، أزمة خانقة بولاية تيندوف، والسبب ندرة في مادة سيرغاز بالمحطة الوحيدة، وضع أثار السياء وسخط عدد كبير من أصحاب المركبات وخاصة منهم سائقي سيارات الأجرة. تيندوف كان ستاسيون واحدة اللي فيها الغاز ورعنعاني، وكان ألف سيارات منهم واحدة قريب ألف سيارة أجرة وسيارات وبقية السيارات بزاف. المطار الثاني وفرنا غير الغاز برك، يوفر كيجي أجور هنا احنا نرمي له حتى صعوبة. حنا كي نسمعوا الكاميرا أقل من شهر رانا دايرين لاشان، يا ربي رانا في الخمسة تاع الصباح رانا هنايا، وكاين محطة واحدة من طالب السلطات العليا تفتح لنا المحطات الأخرى. وللقضاء على هذه الأزمة عملت الجهات الوصية على إدراج محطات جديدة ستعمل على توزيع مادة سيرغاز. وضع موزعات سيرغاز على مستوى محطتين كمرحلة أولى. المحطة الأولى هي الواقعة في على محور طريق الوطني 50. الموزع الثاني فقد وضع في الخدمة اليوم الخميس 10 فبراير. سيتم كذلك وضع موزع ثالث في محطة توزيع وقود جديدة التي ستدخل حيز الخدمة إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. إدراج محطة أخرى وزيادة في كمية مادة سيرغاز الموزعة أمر من شأنه القضاء الكلي على هذه الأزمة.